بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي معتمدي وذخيرتي في آخرتي ودنيا الحسين بن علي عليه السلام زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وإخواني وأهلي وجيراني ومن قللنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين هيئا للزوار في مثل هذه الليلة في شهر رمضان عند قبر المولى سلام الله عليه. مولانا الحجة سلام الله عليه كما جاء في الروايات أنه يحضر في كل ليلة جمعة عند قبر جده الحسين مع الأنبياء والأوصياء والملائكة. وإن شاء الله إن شاء الله إحنا نكون معاهم في هذه الليلة. وهذه ندبة لمولانا الحجة سلام الله عليه من قبل شيعة إلا ليلة الجمعة يا الأمل أفتح باب العتاب تدرب مصاب حسين أقسى وأعظم مصاب تدرب مصاب حسين أقسى وأعظم مصاب قل ريتك تجينا وتحضر المجلس يا موعود يمكن يهيجك هالنعي وتفكر تعود ادري بقلبك يا سليل الزهرة ممرود من كثر حزنك سيدي حتى القلب ذاب فدوى إليك يا المهدي تدري بجرح عاشور عبد الله طفل حسين غاب بسبب ملعون طفل بسهم مفقوم عمره ستة شهور هذا اللي دايم تندمه والدمع سجار نقل له وادري ليش من تسمع ان الخيل منا كسرة ضلوع ومن تسمع ان خنصرة يا حسرة مقطوع ضل يا وسف ايام مرمي فوق التراب. ابو علي سيدي ومولاي وام المصيبة اللي تشيب منك الراب زينب سبية على الهزل تتفرج الناس والصياط يضربها زجر جاوين عباس تدري بعمك عن نهر بالعمد منصار أما لسان حالك أيها الموالي عند
عندما تريد أن تزور الحسين سلام الله عليه قل جيت أزورك يا غريب الغاضرية جيت أزور دمعتي أزورك واذكر دمومك جريه جيت أزور ما نسيت عظم رزيه قل شلون انسى جثتك ضلت رويه بعد شلون انسى من تلوسك صدرك الطاهر يصعد من الدعية نحرك يقطع ويرفع مسمرية زينب الحورة بعدكم ترحل سبيلية ومن بعد خيك ابو فاضل نالت أذية دخلت المجلس ويشتمها الدعية واللي أعطم يا أبو النفس الأبية حين ماتت بنتك الطفلة رقية السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس أخي عطشائك وحامل لوائك وعلى أختك العقيلة زينب وعلى ابنيك العلي الشهيد وعلى ابن أخيك القاسم وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك وتحت لوائك وعلى ملائكة الله الحافين حول أضرحتكم الشريفة المستغفرين لزواركم سادتي رزق الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم والبراء من أعدائكم وفرج الله عنا بحقكم والصلاة والسلام عليكم ساداتي.